كل عام وانتم بخير. بمناسبه اليوم العربي للاقصاد الجنوبيه من الجزائر الاردن، فخور بوجودي هنا في اقصى العرب في العاصمه الاردنيه عمان. كل عام وانتم بخير. غرفة عمليات طقس العرب تخدم العديد من القطاعات المتضررة بفعل العوامل الجوية والتي تؤثر بشكل مباشر على سير عملها. من ضمن هذه القطاعات قطاع الملاحة البحرية والجوية، بالإضافة إلى قطاع الزراعة والطاقة المتجددة. في غرفة عمليات طقس العرب نقوم باستقبال البيانات والخرائط والمعلومات الجوية، ثم نحللها ونترجمها إلى بيانات ومعلومات وتوقعات جوية تخدم العديد من القطاعات بشكل مباشر، تساعدهم باتخاذ أفضل القرارات وتقليل الأضرار الناتجة عن العوامل الجوية. في النهاية كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة اليوم العربي للرصاد الجوية. تطورت التنبؤات الجوية بالفترة الأخيرة وأصبحت أكثر دقة بفعل التنبؤات الجوية العددية، وأيضا بفعل الأقمار الصناعية والرادارات الجوية، وأيضا وسائل الاتصالات الحديثة والسريعة التي ساهمت في نقل المعلومة بسرعة متناهية. وبمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية، كل عام والجميع بألف خير. من هنا تحديداً يتم عملية متابعة ورصد وتغطية الحالات الجوية ميدانياً من خلال مراحل وخطوات متعددة، تبدأ من رصد تشكل الخلايا الماطرة عبر صور الأقمار الاصطناعية ورادار الأمطار ومتابعة حركتها، ليتم بعد ذلك إصدار ما يلزم من تحديثات عبر منصات طقس العرب المختلفة، إضافة للمتابعة الميدانية من خلال رصد ونشر أبرز المقاطع الخاصة بالأمطار لتكون أنت أول من يعلم بالحدث. كل عام وأنتم بخير بمناسبة اليوم العربي للأرصاد الجوية. من أهم التحديات والصعوبات التي تواجه فريق التنبؤات الجوية هو الحفاظ على دقة عالية في التنبؤات الجوية، وهذا يتطلب المزيد من التطوير على مخرجات النماذج العددية العالمية. كل عام وأنتم بخير اليوم العربي للأرصاد الجوية. تمر صناعة الخريطة التوضيحية على عدد من المراحل، بداية من مراقبة المتنبئ الجوي لحدث جوي معين، بعد ذلك يقوم هذا المتنبئ الجوي برسم سكتش مبدئي أو خريطة مبدئية توضيحية، ثم يذهب هذا السكتش إلى الرسام المختص برسم الخرائط، يضع لمسته عليها، وبعد التأكد من صحة محتوى الخريطة يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع طقس العرب، موفر معماري رسام ومصمم الخرائط التوضيحية الخاص بطقس العرب. في 15 من شهر سبتمبر أيلول شهر 9 من كل عام نحتفل باليوم العربي للأرصاد الجوية. شعار هذا العام أن الأرصاد مهمة في حياتنا، لابد من التأكيد على أهمية دور قطاع الأرصاد، سواء منه الحكومي أو الأكاديمي أو الخاص، في هذه الأوقات، مع هذه الأوقات التي يزداد بها تأثيرات التغيرات الجوية والمناخية على شتى مناحي الحياة. إن قطاع الأرصاد قطاع حيوي ومهم للغاية للحفاظ على الأرواح والممتلكات والتخطيط المبكر وزيادة الكفاءة في شتى المجالات. أود التوجه بجزيل الشكر والتقدير والامتنان لكافة عاملي وهواة قطاع الأرصاد في الوطن العربي، سواء العاملين والمختصين في دوائر الأرصاد الحكومية، أو في العاملين في قطاعات الأرصاد الأكاديمية والخاصة، أو حتى هواة الطقس. كل عام وأنتم بألف خير.